سوسايتال كونسبت ان ماركتنج او المبدا المجتمعي في التسويق هو احدث مبادئ التسويق في العالم. الفكره ان اي شركه او براند جديد بينزل في المجتمع لازم يتفاعل معاه، لازم يتعرف على الناس والناس تتعرف عليه علشان الناس تثق فيه وترضى ان هي تتفاعل معاه وتقبل عليه. ده عشان يحصل لازم الناس تحس فعلا ان انت بتقدم لهم قيمه، والقيمه دي فعلا يقدروها. شوف اجمل هو شعار المركز الملكي للعيون في اسكندريه. احنا بنجيب كل حاجة، بنكبرها، بنوريها للناس جميلة علشان كمان يشجعهم ان هم يعملوا حاجة زيها.